ردينا لكم، ومثل ما شفنا الأيام اللي طافت واللي صار طبعا بلبنان ومن تفجيرات قاموا بها الاحتلال الإسرائيلي عبر عملية سبرانية استهدفت أجهزة اتصال، هالأمر خلى الناس وايد متخوفة وبدأت تطرح تساؤلات عن إمكانية تفجير الهواتف أو أجهزة الاتصال، وما هو التقدم اللي وصل له العالم في موضوع الأمن السبراني؟ نعم نوف، أكيد اللي صار فعلا يعني يخرع ويخلي الواحد شوي يتساءل عن هالمستوى العالي اللي وصلت له التكنولوجيا المتطورة والأمن السيبراني. عشان نعرف معلومات أكثر أكيد نستضيف معنا بالاستديو بسام العبدان خبير تكنولوجيا المعلومات. بسام صباحك الخير خير، وحياك الله في اشراقك. اهلا مرحبا، حياكم الله، واتشرف اليوم اكون متواجد معكم واطلاله ان شاء الله جميله نثري فيها ونقدم فيها بعض المعلومات للمشاهدين الكرام ان شاء الله. نعم، بدايه يعني احنا قبل على قولتهم ما نخوض في تفاصيل خلينا نقول الهجوم السبراني اللي صار في لبنان، بدايه بنتكلم عن بشكل عام وين وصلنا في التطور السبراني بشكل عام. الامانه حاليا التطور السبراني اللي واصلين له سواء في الكويت أو في الخليج بشكل عام تطور جميل ولا بأس فيه، وكذلك من ناحية التطورات الأمنية السبرانية ولا في مستوى التطور التكنولوجي وغيرها من التطورات، تطور جميل ولا بأس فيه أكيد يعني. لكن من ناحية الهجوم السبراني أو ما يسمى في الهجوم السبراني الحاصل حاليا من خلال تفجير الفياجر اللاسلكية أو الأجهزة اللاسلكية الأخرى، نعم أنا الأمانة ودي أسميه يعني ما بسميه هجوم سبراني بكثر ما بسميه أن للحين ما طلع الشيء أو التغرير الرسمي اللي نقدر نرتكز عليه من ناحية الجانب سواء في لبنان أو في أي دولة المهاجمة لهذا الشأن نفسه. إلى الآن كلها تداعيات وكلها تقارير وكلها يعني مثل ما يقولون تخمينات عامة، يعني ما في أحد 100% يعطيك الرأي أو الشيء صحيح 100% يعني. نعم، وهذه عشان كذا انا شويه يعني معلش نوف بتكلم عن هذه النقطه تحديدا. فعلا مثل ما ذكرت احنا يعني هو موضوع مو اكيد ان هجوم سبراني زين، احتمال يعني يكون زارعين مثلا متفجرات في هذه يعني من التداعيات الموجوده حاليا بشكل كبير انه يقال من خلال الشركه الام اللي صنعت هذه الاجهزه قامت بوضع المتفجرات او بعض الامور هذه اللي احنا ما عندنا الامكانيه او الخبره الكافيه اللي نتكلم فيها، بس يكون تم زرع فيها قبل وصولها الى لبنان او قبل وصولها لبعض الجهات في لبنان، حتى يقول لك بعض الامور اللي تم زرعها تقعد لمده سنه او سنتين ما تخرب يعني من مواد تفجير وغيرها، فتم تفجيرها من خلال طيارات مسيره او غيرها او غيرها وغيرها يعني او عن بعد. طيب هذه الامور كلها تخمينات الى الان، انا قلت لك ما اقدر او ما في احد يقدر يعطيك شيء صحيح 100%. يهمنا بسام ان الناس اللي الحين لقيتهم قاعدين في بيوتهم عندهم اجهزه تليفون زين مو زارعين، هذه ممكن في تقنيه مثلا تحرك مثلا او تنشط مثلا خلينا نقول الطاقه موجوده بالتلفون ويحصل انفجار ولا لا بعيده يعني؟ لا اكيد بعيده كل البعد يعني، اكيد الاجهزه الذكيه هذه الموجوده سواء يعني ما سواء الايفون او غيرها الموبايلات هذه اكيد يعني فيها امان معين، واكيد مو من خلال احد قاعد في بيتهم يخترق تليفونك ويفجر تليفونك في جيبك، لا اكيد هذا الشيء يعني ما نقدر نقول صعب يعني بس اكيد مستحيل يعني شيء اكبر من صعب يعني، لكن الناس لا تتخوف من هذا الجانب، احنا نتكلم من ناحيه امن سيبراني موجود على مستوى الدوله ولا على مستوى العالم او من خلال الشركات المصنعه لهذه الاجهزه اكيد عندها كل الحرص على سمعتها بقيمه الشركات بقيمتها السوقيه التريليونات وليس المليارات يعني مثل ما يقولون. صحيح استاذ بسام، يعني بعض المغردين اللي يكتبون على مثلا منصه اكس اوكي كتبوا اشياء قد تبدو انها ساخره ولكن نفس الوقت تعرف مع الاحداث اللي صارت تخليك تفكر مليون مره، يعني مثلا واحد كاتب شنو اليوم تشتري جهاز وكانك انت شاري اداه لقتلك. واحد ثاني شنو كاتب ان مثلا قد تظن انك بمأمن لان دولتك امنه ولكن الجهاز اللي عندك اخطر عليك من ان تكون في دوله يحدث فيها حاله حرب او غيرها من الامور. ف يعني العالم كله اليوم يتكلم عن اللي صار ان اي انسان يقدر يشتري اي جهاز والجهاز هذا يطلع بالنهايه يعني يتفجر ببرمجة معينة عن بعد، فودي أسأل عن هالأمور هذه، هل ممكن طبعا بعيدا عن اللي تكلمت عنه أن الأجهزة اللي أهما شروها أساسا كانت
كذا 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 كذا. نحن نتكلم الحين عن أي جهاز نمتلكه، هل ممكن أحد يرسل لك شيء برمجيات عن بعد تخلي البطارية تسخن ومن ثم ينفجر الجهاز؟ هل في هالنوع من البرمجيات؟ حتى أن وجد هذا الشيء، حتى أن وجد هذا الشيء ما يتم الانفجار مثل ما شفنا الصور أو مثل ما شفنا الضحايا. يعني أنت تتكلم عن قنبلة مثال، يعني أنا بيني وبينك أمتار، وتم تفجير شيء أو جهاز بسيط أثر على مجاميع كانت قاعدة معاه بنفس المكان. يعني ممكن شفنا بعض التصاوير أو بعض الأفلام أو المسلسلات، بعض البطاريات لما تنفجر أو شيء يطلع لها نفس الشرارة البسيطة، يعني ما كان لها الانفجار اللي مثلها موجود. يعني أنا ليش قلت لك أقرب رأي أو أقرب تحليل أنا ممكن أقتنع فيه أو ممكن يقنعني شوي، التحليل اللي طلع آخر شيء إنه يقول لك تم زرع بعض المتفجرات الأخيرة وتم وصولها حتى شفت الانفجار الكبير اللي صار. أما من ناحية التليفون الحالي أو إنه ممكن أحد عن بعد من خلاله يقدر إنه يتم خلاله يفجر التليفون بيدك، لا أكيد لا. إنه ممكن في بعض الأجهزة فعلا حصلت أثناء الورش أو في الكويت أثناء الورش أثناء ما تم تصليحها انفجرت البطارية، بس ما تنفجر وتأثر يعني بهذا التأثير الكبير. يعني ممكن تأثر شيء بسيط، شيء رمزي، ممكن الشخص اللي أمامها أو هذا يعني تأثر في إيده أو شيء، ما تأثر بشكل كبير. يعني أنا ما عندي إمكانية أقولش التفجير وهالكثر وطن أو نص طن أو ما أعرف. وهذه يمكن أساسا صارت يعني حتى مع أشخاص نعرفهم، يعني أحيانا مثلا يكون الشحن مثلا مو أصلي مثلا ولا شيء، ممكن فعلا البطارية تسخن لكن انفجار بسيط، هو بس إنه يعني الجهاز يخترب بس. هو طبيعي الانفجار لما يتم إذا بجانبه شيء أو خام أو إلى آخره أكيد راح يسخن وراح يحرق لك المكان بشكل عام إذا أنت ما تلاحقت عليه، ولكن لدرجة إنه تكون مثلا عملية تفجيرية إذا أنت موجود يعني. وشايفها راح تشوف شيء انفجار عطل بسيط وممكن يطلع دخان أو شيء بسيط، يعني ما راح يأثر الانفجار اللي شفناه. فحتى احنا على يقين تام نرجع الى راينا اللي قلناه، وفي البعض قال ان هذه جميع البياجر او جميع الاجهزه اللاسلكيه الموجوده في العالم ان الشركه الام او الشركه، طبعا هم قالوا لك ان الشركه الام اللي تم شراء منها البياجر والاجهزه راحوا لها ولقوها مسكره في احدى الدول الاوروبيه وغيرها، فكلها تداعيات احنا ما عندنا الخبر الاكيد او الخبر الرسمي حتى نقدر نيغن ان هذا. وكذلك الطرف اللي تم في لبنان الى الان كلها تقارير عناوين بدون مواضيع تدعي ان تم الموضوع من خلال تفجير الفلاني وفلاني وفلاني. فانا ما عندنا الخبره الكافيه، انا توقعاتي مثل ما قلت لك الراي السديد الاول اللي هو ان تم زرع فيها بعض الامور. في اضافه بسيطه ودي اضيفها بخصوص التليفون، البعض تخوف بشكل كبير قال لك حتى حاليا يتم مراقبتك ويتم ممكن تتبعك. هو طبيعي التليفون هذا الحين وصل مرحله وتطور تكنولوجيا كبير، الناس حاطه بالها انه يتتبعك من غير اذنك، لا طبيعي يتبعك باذنك ويسيف ما وين ما تروح. وكذلك ممكن تليفوناتنا اللي بجيوبنا حاليا تسمع ومن خلال التتبع، يعني ساعات ممكن البعض يقول لك انا تكلمت في موضوع مثلا شيء معين. هذا الله يرحم والديك، هذا الموضوع يعني صراحه شاغلنا بعدين. ان احيانا قاعد يسمعنا الجهاز تدخل تلاقي شيء يطلع لك اعلان ولا شيء ولا طالع الاعلان ولا هذه حقيقه يعني موجوده حقيقه. هذه اداه من ادوات يعني الخوارزميات اللي تدعم الذكاء الاصطناعي، ان مثال سمعني انا اتكلم يلخص كلامي من خلال كلمات معينه فيشوف حاليا بالسوق من اللي طالب. مثال انا تكلمت عده مواضيع من ضمنها كلمه تلفزيون سياره الى اخره، فهو يشوف من بالسوق من الشركات اللي عرضت اعلانات سيارات او سوقت هذه يطلع لك اعلانات سيارات ونفس الشيء تلفزيون ونفس الشيء الى اخره. مثل ما زين استاذ عفوا هذا يخترق الخصوصيه اذا هو قاعد يسجل صوت العميل اثناء مكالماته وقاعد يتابع مكالمات مع ربعه لاهداف تجاريه، فهو ايضا يسمع مواضيعه الخاصه والحساسه كذلك نفس الوقت، وما تدري وين تروح هالمواضيع. هو خلنا نقول لك انت ما دام سمحت له بهذه الميزه فهو طبيعي قاعد يخزنها. طيب هو قاعد يخزنها وين قاعد تروح؟ هذا السؤال قاعد نسأل عنه، وين قاعد تروح؟ أكيد سوالفنا كلها مخزنة. ففي البعض أنا أوصي دائما من خلال شروحاتنا في منصات التواصل الاجتماعي أنا دائما أنصح في بعض المميزات يتم إغفالها إذا أنت تبي تحافظ على خصوصيتك وأنت خايف من هذا الشيء. يعني نعم أنا بس خايفة أن وقت المقابلة يخلص بدون ما نكون تكلمنا عن المحور الآخر والمهم جدا اللي نبي نسولف عنه اليوم اللي هو تطبيق تيك توك. قد يبدو الموضوع نوعا ما يعني ساذج للبعض، ايش فيهم هذيلا فجأة حولوا على تيك توك؟ لا يا جماعة ما نبي نتكلم عن سوالف الأطفال شنو اهتماماتهم على تيك توك، نبي نسولف أكثر عن الأمن السيبراني وهل هذا التطبيق سهل اختراقه وشنو موضوعه بالضبط؟
في عالم الأمن السيبراني ما في حماية 100%، ما حد يعطيك حماية 100% بشكل عام. جميع منصات التواصل الاجتماعي يتم اختراقها أو معرضة لهذه الاختراقات. أما من ناحية أن تطبيق آمن غير معرض للاختراق، هذا ما حد يقدر أو ما حد عنده الإمكانية يعطيك اليقين أنه ما يتم اختراقه. وكذلك من ناحية الأمان الشخصي لهذه التطبيقات، ما هو طبيعي أنا ما أعطيتك أن هذا التطبيق مؤمن 100%، فلا تحافظ ولا تثق في معلوماتك أنها تكون موجودة ومؤمنة على مدار السنوات هذه. يعني نعم، تطبيق تيك توك يعني بلا شك أن في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة يعني تصدر المشهد صح التعبير، والعالم قام تصور، وفي يعني قولتهم حتى في البث المباشر. فمثل هالنوعية هذه من التطبيقات، هل لها خلينا نقول خصوصية أكبر من ناحية تهديد الأمن السيبراني أكثر من غيرها؟ يعني تويتر بالنهاية أنت مستخدم تغريدة ممكن تنزلها ولا صورة، هذه لا، هذه في بث، في تصوير، في شوف هو خلينا نرجع حق الأساس لموضوع تيك توك. التيك توك وشهرته، لو نلاحظ أن تيك توك ظهر فجأة وكأنه يسابق المنصات التواصل الاجتماعي، صار من التوب، ما بقول توب 5، التوب 10 يعني، من التطبيقات الموجودة حاليا في العالم وليس في الخليج أو في أوروبا بشكل عام. شهرتها وميزة شهرتها وسرعة شهرتها بهذه الطريقة تم من خلال أن تيك توك أول شيء يطلع لك هو تطبيق ترفيهي، يعرض لك آخر المقاطع سواء نص دقيقة أو دقيقة أو دقيقتين، في حال أن كان وقتها المنصات الأخرى اللي هي إنستغرام وتويتر كان يعرض لك دقيقة أو دقيقتين، هو كان 3 و5 و10 واحد اثنين، كان فاتح لك أن أي مقطع يطلع على بالك تلاقي موجود. وكذلك الشيء المميز البثوث التيك توك وقوة البثوث فيها وقوة المميزات فيها، وكذلك ميزة الخوارزمية. أن مثال أنا دخلت على مقطع سيارة وقلت تابع شغلات السيارات، فجأة تلاقي أن المقاطع كلها قاعدة تسحبني سيارات صح. مقاطع مميزة ونادرة وإلى آخره، هذا اللي ميز التطبيق من خلال المنصات الأخرى. حتى لو نلاحظ الحين في آخر تقريبا سنتين أو 3 سنوات في السناب شات صار في عندنا سبوت لايت اللي هو نفس التيك توك، نقدر نتحرك ونشوف حال تيك توك بالضبط. وكذلك التويتر منصة إكس، تويتر سابقة منصة إكس نار نفس الشيء، وندخل على فيديو ونرفع الشاشة ونحرك راح يحرك معنا مقاطع. وكذلك الانستغرام الريلز، وكذلك اليوتيوب الشورت. فساعات الأطفال تلاقيه بنفس اليوتيوب يحرك ويصير نفس كأنه قاعد يتحرك تيك توك. فهذا اللي ميز وخلى بعض التطبيقات تغلد هذا التطبيق، إلى أن وصل تقريبا من بعد سنة 2020 حصل موضوع أنه ممكن قد يتم إغلاق تطبيق تيك توك في أمريكا. نعم. هذا الموضوع يعني بسام إحنا صراحة بنخوض فيه بتفصيل، لأن لا يمكن نتكلم عن تيك توك ما نتكلم عن هذه القضية. نوف، الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني خلينا نقول قاعد تدرس حظر هذا البرنامج، ولكن أيضا يعني تيك توك وإدارة تيك توك مقدمين أيضا يعني استئناف أو رفعوا قضية أيضا على الحكومة هناك. فنبي نعرف تفاصيل هذه القضية، شو اللي صار بالضبط، ليش الولايات المتحدة تحظر البرنامج بشكل عام أو بشكل خاص. نبي نركز على موضوع إنه في أمريكا هو طبعا في جانبين احنا ما عندنا الخبرة الكافية نتكلم فيهم، هو الجانب السياسي والجانب القانوني. نعم. حاليا القضية منظورة في محاكم، في المحاكم في أمريكا، وعدة أطراف فيها من خلال شركة بيت دانس الصينية المالكة هذا التطبيق. نعم. وكذلك الحكومة الأمريكية وما يفصل بينهم القضاء الأمريكي. هي الحكومة الأمريكية مقدمة بعض الدلائل وبعض الأمور اللي تثبت أن تطبيق تيك توك غير آمن من ناحية الخصوصية وتسريب البيانات، وكذلك مسألة من قومي بالنسبة لأمريكا، وكذلك عدة أمور وضغوط سياسية بحكم غرب الانتخابات الأمريكية. وإحنا تقريبا أتوقع في شهر 1 2025 راح يكون في نهاية 1 الحكم، أو قد يؤجل، إلى الآن ما في خبر يقين. في بعض التداعيات، في بعض الدفاع اللي تم تقديمه، وكذلك تم تسريب أن بعض الأمور، أن مثل ما حصل في بعض الشركات الأخرى، أن تم وضع خيار ثالث لشركة المالكة لهذا تيك توك، أن يتم بيعه لحد الشركات الأمريكية المملوكة لأمريكان 100% مثل ما يقولون، أو أن يتم إغلاق التطبيق. هذه المشكلة الكبيرة أنه راح يساعد بشكل كبير على تجرؤ بعض الدول الأخرى في إغلاق هذا التطبيق. أنا بصراحة أستاذ بسام، يمكن أول ما قرأت أخبار
ايش كثر الولايات المتحدة قاعد تسعى لإغلاق هذا التطبيق والقضايا وغيره، قلت خلنا افتحها مرة ثانية لأن أنا يعني حاطتها بس كذي وما يغريني، لأن بالنسبة لي أشوف داخل في وايد فوضى، فمخي يتعب يسبب لي إرهاق فعلا، يعني أحب التطبيقات المنظمة أكثر من كذي. وبعدين عندنا هني يعني أول ما انتشر، وين انتشر؟ مع فئة العاملات في المنزل، صح صح، هم كانوا الأكثر مستخدمين حق تطبيق تيك توك، عبارة عن غنية بسيطة مع حركات استعراضية، فهذا هو اللي في بداية انتشار عندنا. ومن ثم الأطفال بدأوا هم بعد يمشون على نفس الطريقة. بعدين فجأة الولايات المتحدة تطلب بإغلاق هذا التطبيق وقضايا وكذا، فطلع الموضوع أكبر بكثير من البساطة اللي احنا كنا من سنة 2020 إلى الآن، يعني تتكلمين تقريبا 4 سنوات هذه القضية منظورة وتداعيات وشد وجذب إلى آخره. لكن أنا من وجهة نظري أن في احنا بالنهاية ما يعني أن السياسي او الامر القانوني، احنا يعني ان التطبيق وشهرته، انا من مؤيدي انه يتم في حال ان عدم استطاعه الشركه الصينيه على 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 استكمال المشروع من غير امريكا، بحكم ان امريكا تقريبا فيها اقل عن 400 مليون مستخدم في امريكا، وغيرها راح يتبعها بعض الدول في اوروبا. انا اؤيد ان بيع فكره الشركه وفكره التطبيق الى اخره، تحويله الى شركه مالكه اخرى حتى يتم تطويره واستمراره. يعني التداعيات هذه خلينا نقول التداعيات القانونيه، هل ممكن يكون لها اثر على المستخدمين ولا المستخدمين ما لنا في شغل؟ لا بالطبع المستخدمين راح يتأثرون بشكل كبير، لأن في بعض المستخدمين لهم وظائف، سواء وظائف في الشركة أو وظائف كمستخدمين لهذا التطبيق من خلال البثوث ومن خلال نشر الفيديوهات في استرداد أو فائدة مالية لهم. وكذلك الشركات اللي لها عقود ولها ترويج من خلال هذا التطبيق، تضع إعلاناتها وإلى آخره. كذلك في بعض المستخدمين من ناحية يأخذونها من ناحية حرية الرأي العام او حريه الراي التعبير، وانك انت حكومه تنتهك خصوصتي في ان توقف عني تطبيق معين الى مقابل تطبيق اخر، فهي كلها تداعيات تاثر على بعض. انا من وجهه نظري اشوف اكثر ضرر راح يكون على المستخدمين، لان انت تتكلم المستخدمين بالملايين المستخدمين هذا التطبيق، وكذلك اللي مثل ما يقولون اهل البث واللي يبثون في مردود مالي لهم بالالاف وممكن بالمئات الالاف شهريا او سنويا، فهذا اكيد راح ياثر عليه. نعم انا تسمح لي نوف، انا برجع شوي نقطه لما ذكرت ان الولايات المتحده كانت بتسكر او اتجهت لتسكير هذا اغلاق هذا التطبيق بسبب ان تمتنا ينتهك الخصوصيه. احنا هني نتكلم عن الخصوصيه وانتهاك الخصوصيه اللي ذكرتها نوف قبل شوي بالتليفونات، واللي انت قلت ان لا انت اللي ترى سامح له، ولا هذا موضوع اخر مو سالفه انه والله مثلا شغله معينه تفعلها؟ اول شيء هو ما راح يتم اغلاق التطبيق من قبل امريكا، هو راح يتم ازالته من خلال منصه الاب ستور ومنصه البلاي ستور، يعني راح المستخدم الجديد ما راح يقدر يستخدمه، ولا كذلك راح يكون مغلق الموقع، يعني تبطل التطبيق ما راح يبطل معاك في امريكا، ففي دول اخرى ما في مشكله يتبعها دول اخرى. هذه شغله. الشغله الثانيه هو تطبيق اساسا الميزه التتبع مثل ما يقولون هي اساسا ميزه موجوده في التليفون، فشركه او تطبيق التيك توك ياخذها من خلال التليفون بموافقتك، فهذه شغله اساسيه ما لها شغل في التطبيقات، لها شغل في الجهاز واعدادات الجهاز نفسها. يعني انت لا تحط ببالك ان تيك توك الوحيد اللي قاعد يتجسس عليك او يتتبعك او الى اخره، لانه ممكن احنا ساعات ندش جميع التطبيقات نلاقي ان الميزه شغاله معانا اللي قلت عنها، انه ممكن انا قاعد اتكلم في موضوع معين ادخل السفاري ولا سناب شات ولا هذه يطلع لي فجاه الاعلان، او ممكن يعني حاليا هذه في 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 قيد التجربه، انا ممكن تتكلم في شخص معين في اسم معين يطلع لك من خلال المنصات التواصل الاجتماعي اذا تم ربطه من خلال خوارزميه الهاتف جهات الاتصال. هذه اصلا وهذه صارت اصلا والله فعلا ونستغرب تحصل منها. تحصل اي والله فجاه الحساب طالع لك اي هذا شيء طبيعي، لان هذه قلت لك انا خوارزميه تم تدعيمها مؤخرا في ميزه الذكاء الاصطناعي، فتم سرعتها بشكل كبير. انا اسميها الان بالتجربه، الى الان ما اخذت حقها بشكل كبير. نعم. بس بصراحه من ناحيه خلينا نقول الاعلانات وسالفه الاهتمامات هذه انا صراحه اشوفها شيء ايجابي، يعني صح، يعني هو شوف مثل ما هو خراب بيوت بامور كثيره، ولكن ايضا
فاتح بيوت، فاتح بيوت وايد. تخيل ان في شهر رمضان كان عندي برنامج اذاعي لايف هني عندنا في الوزاره، واحد المتصلات قالت انها تدفع الاجار من وراء تيك توك، من وراء عائد تيك توك. اللي وشنو اللي تسويه الماده؟ تطلع تسوي تحديات وما تحديات، قد تبدو يعني بسيطه وساذجه، ولكن لك ان تتخيل انها تدفع فيها الاجار. فيعني وهذا وتيك توك ماخذ نص العائد او اكثر، يعني 60% 50 40 60 40 30 اعتقد. نعم، فيعني بصراحه ما ندري شنو نقول، يعني بنفس الوقت قاعد يعطي فرص معيشيه، قاعد يعطي حياه للعديد من الاشخاص. طيب استاذ، كلمه اخيره قبل الختام، بالنسبه حق التفعيلات هذه واللي خاصه اللي يستخدمونها الاطفال والعاملات، شلون يحمون نفسهم؟ خاصة إن أشخاص بسطاء ترى يجيهم لينك، يجيهم شيء ما يعرفون، يفتحونه فجأة يتم اختراق معلوماتهم البنكية وغيرها. صحيح. الأمانة من ناحية إذا كنا في موضوع تيك توك، أنا ودي أطرح ميزة أو في شغلة مهمة، أن إغلاق أو تفعيل ميزة استخدام الطفل لهذا التليفون. حاليا في ميزة مهمة في الآيفون نفسها، أن ساعات لما يكون التليفون في يد الطفل وأنت بعلمك أنت يا الوالد أو الوالدين، إحدى الوالدين، تفعيل هذه الميزة بحيث أن جميع التطبيقات يتم تحويلها إلى المستخدم اللي يستخدم الجهاز هذا حاليا، انه مثلا سنه تحت 6 سنوات او 4 سنوات او 8 سنوات واقل. في مميزات مهمه جدا حتى نحافظ على الطفل وما يشاهده وما يتم زرعه في عقله. في بعض الفيديوهات او في بعض الامور احنا تطلع لنا ككبار ممكن نتقبلها او ممكن نكون فاهمين، يعني ما تمر علينا. في بعض الاطفال قاعد يتاثرون. بالامس وزاره الداخليه صرحت ونزلت فيديو انه قاعد تتكلم، حافظوا على ابنائكم من هذا الجانب، وكذلك راقبوا ابنائكم وين يدخلون وين يطلعون. بالفتره الاخيره قاعد نشوف تيك توك والمراهقين بسميهم او تحت سن المراهقه يدخلون التيك توك والبثوث ويتكلمون وقد يسبون ويغلطون على البعض ويتم استدراجهم وغيرها وسحب منهم المعلومات. البعض حاط الضلال، هذا شيء عادي، بالنهايه هو اللي راح يتاثر ووالده ينصدم ان عليه رفع قضايا والى اخره. فهذا الشيء مهم ويطمن ان نحافظ ونتابع ونفعل ميزه. في بعض الميزات يتم شرحها في منصات التواصل الاجتماعي، كيف تفعل ميزه الطفل او المراهق في هذا التليفون. نعم اكيد. يعني كل الشكر لك على تواجدك معنا خبير تكنولوجيا المعلومات الاستاذ بسام العبدان على هذه الفقره والنصائح الجميله، وايضا نوف على التطمينات يعني اللي طمنا اياها يعني في موضوع الاجهزه والتفجيرات، ان سيبرانيا يعني الموضوع هذا صعب الى مستحيل اصلا، فهو الموضوع تطمن من هالجانب. وايضا بعد النصائح الجميله اللي ذكرها في موضوع استخدامات التيك توك والايفون، بالنهايه نوف الجهاز هو جهاز، انت تستخدمه بايجابيه راح يكون ايجابي، تستخدمه بسلبيه راح يكون سلبي. نعم، والله يطمنك على هالمعلومات هذه، ونلتقي ان شاء الله قريبا حول المزيد عن الامن السيبراني. اما الان عندنا مع موضوع ثاني، سحبت امس الاثنين في العاصمه القطريه الدوحه قرعه مسابقه دوري ابطال الخليج للانديه لكره القدم. نعم، هذه البطوله ترجع من جديد بعد سنوات من التوقف بجوائز ماليه ضخمه، ويمثل دولة الكويت فيها نادي القادسية. نعم، تفاصيل هذه القرعة نتابعها في هذا التقرير مع مراسل تلفزيون الأخبار في الدوحة الزميل حسين الكتيري.